هذا التباين؟ أين هذا الاختلاف في برنامج حزبكم الفضيلة وبرنامج حزب الحرية والعدالة؟ لا يوجد أي اختلاف، احنا كلنا بنقول قال الله قال الرسول سمعنا وأطعنا، يبقى احنا كلنا هدفنا واحد، لكن لا يمنع ان ينشأ 30 40 او 100 حزب، لكن ده التطبيق العملي هيشفق بقى عن ايه. في احزاب هتوقف، في احزاب هتتوقف، في احزاب هتتالف هتنظم. هي ناس بقى لها 60 سنه لم تشارك في اتخاذ القرار ولا في اي عمل سياسي، فلما تفتح له باب الحريه فجاه كده بعد ثوره 25 يناير اللي فجرها الله سبحانه وتعالى واللي حماها الله سبحانه وتعالى، ونسال الله ان يحميها حتى تحقق اهدافها، الثوره اللي لسه لم تحقق الاهداف، فاتفتح الباب. فخلي الناس تجرب، خلي الناس تجرب المشاركه ما دام في قنوات شرعيه لابداء الراي والتعبير عن الراي السياسي، خلي الناس تشوف. ده حق التيارات العلمانيه والليبراليه واليساريه، يعني موقف حزب الفضيله من هذه التيارات؟ والله هم لكم دينكم ولي دين، انا مالي ومالهم. الله واحد بيقول مش عايز شريعه، يعني منهم بيقول احنا بننادي بالغاء الدوله، وبعدين ما تيجي تكلمه اقول لك اه انت عايزين بقى الدوله الدينيه، وهنا في خلط متعمد واستعباط. لا يعني لكم دينكم ولي ديني ولا لكم فكركم ولي فكري مثلا، يعني تكون أو لا، هم مش عايزين، هم مش عايزين الشريعه. واحد بيقول له مش عايز الشريعه، فاقول له خلاص يعني لكم دينكم ولي دين، مش لكم فكركم بقى، لكم دينكم. واحد بيقول لك انا بقول انا عايز الشريعه، انا متمسك بالشريعه الاسلاميه طبقا لاحكام الدستور. ما هو الشريعه الاسلاميه اصلها واخده قوتها منين؟ من الدستور، مش لانها شريعه الله واجبه التطبيق، لا بتاخد قوتها من الدستور. نعم. فانا متمسك باحكام الشريعه طبقا للدستور. في ايه بقى؟ ناخذ اتصال تليفوني اخر، الاستاذ مصطفى من سوهاج. تفضل استاذ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله انت وابنك استاذنا. اشكرك. والله بالنسبه انا كمسلم احب الشريعه الاسلاميه وارضى ما في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، ارضى ما لي وما علي. وبالنسبه لاخواننا السلفيين او الاخوان المسلمين، فاذا نزلوا الانتخابات انا انتخبهم، لانهم جماعه يحكموا بما انزل الله عز وجل، والاسلام تصلح به الدنيا ويصلح به الدين، وهو فيه مصلحه العباد. وجزاكم الله خير. يعني حضرتك استاذ مصطفى انت بس فقط هتنتخب السلفيين او الاخوان علشان هم متدينين وبيقولوا قال الله وقال الرسول؟ عشان قال الله وقال الرسول، انتخابي ليهم عشان الجماعه يقولوا قال فقط الله قال رسول. يعني معلش استاذ مصطفى، يعني اي حد هيقول قال الله وقال رسول غير السلفيين والاخوان من الممكن ان انت تنتخبهم؟ انا انتخبهم، يعني سواء السلفيين قالوا قال الله انا معاهم، الاخوان نفس النظام انا معاهم ان شاء الله. طيب هسألك سؤال أستاذ مصطفى، يعني أرجو أن ترد عليا بصراحة. لو في دائرتك في الانتخابات البرلمانية نزل واحد غير متدين، لكن أنت تعلم أنه كفء لهذا المنصب، وأمامه واحد متدين لكن ليس بنفس كفاءة الآخر، من ستنتخب؟ الكفاءة هو الذي أنتخبه. الكفاءة، إذن لن تنتخب المتدين. هو المتدين، يعني إذا كانت فيه الكفاءة أنتخبه. ليس فيه المتدين، ليس فيه الكفاءة، يبقى هو ليس يصلح لهذا المنصب. لكن كده افهم استاذ مصطفى ان انت اختيارك هيكون على الكفاءة وليس على التدين او عدم التدين. ولكن يعني انا على حسب معلوماتي ان الاخوان المسلمون عندهم قيادات وعندهم من يصلح هو للمناصب القادمة ان شاء الله. والتيارات الاخرى عندها ايضا قيادات وكفاءات. وانا لا امانع ذلك، فاذا تقدموا من يحكم بكتاب الله وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام سوف ان شاء الله انتخبكم ان شاء الله. اشكرك استاذ مصطفى، واذهب للاستاذ احمد الباز من كفر الشيخ. تفضل استاذ احمد. استاذ احمد من كفر الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك حضرتك؟ اتفضل يا فندم. انا كمصري انا احب ان الشريعه تطبق عليا، الشريعه الاسلاميه، ما احبش اي حد تاني يتحكم فينا، لان احنا مسلمين وبنحب الاسلام، واي حد يطبق الاسلام واحنا على دماغنا. اي حد يطبق الاسلام، يعني كيف يطبق الاسلام من وجهه نظرك؟ يعني الاسلام من فهم السنه، انا كمصري سني عن اي اسلام. يعني دعني اسالك سؤال اخر استاذ احمد، يعني اذا نزل مثلا قبطي وهو كفء وممكن ان يدير شؤون الدائره في الانتخابات البرلمانيه بشكل جيد وكفء، واخر من اي التيارات الاسلاميه غير كفء، من ستختار؟ ده مش هيحصل اصلا. مش هيحصل لو حصل يعني. لا ده مش هيبقى موجود، ما افترضتش حاجه مش هتبقى موجوده. يعني مش هيحصل، مش هيبقى واحد كنت هيدافع عن الاسلام. هو ممكن يقول انا عايز الحضاره الاسلاميه، لكن مش هيقول انا عايز اسلام، مش هيقول. هو ممكن يقول انا تحت الشريعه الاسلاميه،
لكن لا يمكن يبقى في خطين، لا يمكن يبقى في خطين. لماذا لا تختار للكفاءة يا أستاذ أحمد؟ يعني لماذا الأمر متعلق بالدين وهو أمر سياسي بحت؟ لا، ما الكفاءة حضرتك موجودة. أيوة، إيه اللي هيمنع الدين عن الكفاءة؟ لا يمكن أبدا. إحنا ليه دايما حاطين إن الدين مش ممكن كفاءة؟ لا، يعني مثلا هل كل متدين كفء؟ لا، ما قلت حضرتك كده حضرتك. أنا بقول إن الإخوان في العموم، البرنامج حضرتك قريت البرنامج، تعرف برنامج الإخوان، أكيد حضرتك قريته. برنامج الإخوان برنامج عظيم جدا، وأكيد البرامج اللي هيعملها السلفيين أكيد هيبقى عظيم جدا جدا. ليه طيب أكيد هيبقى عظيم؟ يعني ليه حتى أنت دون أن تقرأ برامج التيارات السلفية ليه بتقول على بتؤكد إن هي هتكون عظيمة يعني؟ هم عايشين معانا، الناس دي عايشة معانا، لكن ليس لهم تجربة في العمل السياسي؟ عايشين معانا لا طبعا، اللي يعرف الاجتماعيات واللي يعرف يحافظ على الناس واللي يعرف يجيب حقوق الناس واللي يعرف يجيب يعمل على الجمعيات أهلية للناس واللي يعرف يعملها وبتبقى منظمة جدا 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 وناس بتقف جنب الناس وناس بيساعدوا الناس وطول عمرهم عايشين في وسطنا ومش قلق. ست الإعلام حاجة. أشكرك يا الأستاذ أحمد الباز، وصلت الفكرة، وأذهب إلى كفر الدوار الأستاذ محمد جابر. تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو بالنسبة يا فندم للسلف، يعني السلف أو الإخوان لو ليهم عايزين أخويا يعملوا أحزاب مفيش مشاكل يا فندم. نعم. يبقى في ناس متخصصة منهم للأحزاب السياسية وناس مثل الشيخ محمد حسان، يعني ربنا يكرمه، وقال إن أنا هتني في الدعوة فقط. ففي منهم يا فندم ناس تصلح إنها تشتغل في العمل السياسي، مفيش مانع يا فندم. لا، احنا ما بنتكلمش في النقطه دي تماما، لكن بنتكلم عن عموما ايه رايك في تحول التيارات السلفيه من تيارات دينيه فقط الى المعترك السياسي؟ ما رايك في هذا الامر؟ هل من الممكن ان توفق هذه التيارات في خوض العمل السياسي بعدما كانت في يوم من الايام ترفض اساسا هذه العمليه برمتها؟ ايوه استاذ احمد، يوفقوا، لان في ناس منهم على علم جامد يا فندم وناس يعني فاهمه في السياسه يا فندم، فمفيش مشاكل اذا كان يخشوا في اي سياسه، مفيش اي مشاكل. وبالنسبه استاذ احمد حضرتك عايزين يعني قناه الجزيره لو سمحت تعمل يعني برنامج للمظالم، لان في اخ اتصل بحضرتك فكان بيتكلم مظلمه فحضرتك يعني قطعته. يا ريت. والله الحقيقه انا قطعته فقط لان يمكن ما كانش وقت يعني موضوع البرنامج، لكن مش داخل الموضوع يا فندم انا عارف، بس يا ريت قناه الجزيره باعلامها السارق يا فندم تعمل يعني برنامج للمظالم والشكاوى يا فندم. اشكرك وجزاك الله خيرا. اشكرك أشكرك أستاذ محمد جابر. الحقيقة المشاهد الذي قطعته منذ قليل هو كان معنا على الهاتف في الصباح اليوم وتحدث عن هذه المظلمة أيضا، ولذلك قطعته. يعني أعود مرة أخرى لضيفي سيادة الله، واضح أن عندك تعقيب على بعض الجزئيات. أنا عايز أسأل حضرتك، بتسألنا بس أنا عايز أسألك برضه، ليه حضرتك دائما بتحط المقابلة تقول لو مسلم مش كفء وواحد غير مسلم كفء؟ ليه المقابلة دي؟ ممكن يكون المسلم الكفء. وقعدتك سألتني سؤال لما بقول لكم دينكم اللي هي، قلت لهم انت بتكفرهم؟ انا ما بكفرش حد، لكن ما بخافش ان انا هقول لحضرتك قال تعالى في سورة المائدة، بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ما تقوليش بقى انت تكفير وهجرة وانت انا ما بكفرش حد، ربنا بيكفر. احنا عايزين تحكيم الشريعة. احنا بنجيب من الاخر هذه الآية في السياق السياسي اللي بنتحدث عنه. احنا عشان عايزين تحكيم الشريعة، انا بقول لك اهو المنهج السلفي كله. سيد عزيز، الا تراه خلط بين ما هو ديني وما هو سياسي؟ لا، مش هو ده بقى الخطأ اللي بيعرف اللي بيروج للعلمانيين. وانا مع الامام ابن القيم لما قال ان تقسيم الدين الى شريعه وسياسه او شريعه وغير تقسيم باطل. الدين يحكم السياسه والسياسه تتبع الدين. نحن نحكم يعني الشريعه. اذا استمعنا لراي الاستاذ المفكر رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحريه والعداله، انا احيي الدكتور رفيق حبيب. اهلا بك معنا دكتور رفيق. احيي الدكتور رفيق حبيب وانا من قراره. نعم، على فكره لو كنت تابعنا كنا نتحدث عن التيارات السلفيه وبعض من هذه التيارات تحاول اليوم تاسيس احزاب سياسيه ودخول المعترك السياسي. ما رايك في هذا الكلام دكتور رفيق؟ انا اعتقد ان هذه يعني ارجو ان ترفع من صوتك قليلا دكتور رفيق. حاضر. تحياتي ليك اولا ولضيوفك. انا اعتقد ان تعبير كل التيارات عن نفسها في صوره احزاب سياسيه امر مهم جدا، انه الخريطه السياسيه للمجتمع المصري سوف تتوازن عندما تعبر كل الاتجاهات وكل التيارات بفصائلها المختلفه عن نفسها في احزاب سياسيه، وبالتالي يكون لها رايها، لانه الراي الاخير او راي الاجماع الوطني هو نتاج تفاعل القوى السياسيه مع بعضها. اذا غابت قوه سياسيه او قوه فكريه او قوه مجتمعيه عن الساحه السياسيه هذا يخل بالتوازن.
وجود قوة متعددة حتى داخل الطار الإسلامي، وجود قوة وأحزاب إسلامية متعددة، هذا في صالح الطار الإسلامي لأنه يكسبه قدرا أكبر من التوازن والرشد والنضج والتطور.